من جانبه أعلن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن الحركة منفتحة على أي مبادرة ترتكز على أسس موقفها في مفاوضات وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن الأولوية لوقف الحرب. وأضاف هنية أن مطالب الحركة محددة، وهي وقف إطلاق النار أو وقف إطلاق النار دائم، وانسحاب كامل لإسرائيل، وإعمار غزة، وتبادل الأسرى. أوضح أن الحركة وصلت إلى المحطة الأخيرة من المفاوضات منذ 6 مايو بموافقتها على الورقة المصرية القطرية المدعومة أمريكياً، لكن إسرائيل وضعت ملاحظات عليها تمس جوهر هذه المطالب. واتهم هنية الولايات المتحدة وحلفائها بإدارة الحرب إلى جانب إسرائيل، موضحا أن واشنطن وحلفائها سارعوا إلى حماية إسرائيل بعد هجوم 7 أكتوبر.